ازيكم يا ولا خدت في بعض في الاخر نعطلوه مصدقه يا ياسمين ليه ازاي كده نعمل ايه ليه مصدقه لا ليه في برشام صدا اسمه ايه ضني برشام صدا برشام طول ما هو اسمه برشام انا مش هاخده في حياتي اسمه برشام برشام دي يا ضني لا يعني ما تتقلش يا جاي اتعلمك اللغه هنا ولا ايه انا دخلت المليون دكتور في مليون صيدليه ويوم مستشفى على طول بقول له برشام عادي برشام طول ما يسمع الكلام طول ما يسمع برشام مش هياخد ما زعلش مني في ولا مره دكتور سالك عطول سواء يا دكتور ما عايزنا برشام ايه 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 يا رمان يا رمان يا رمان يا رمان يا رمان يا رمان هيسا 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 والخلا والعمة هيسا هيسا وغني اللي بتاعت ناكل ونقشر والموز لامك ده والبرتقال لامك والكلام ده غنيه موز تحدي بقى يا ما تشطمك البحوق زمك هناك بقى انت هتلخفنها هناك هلخفنها بقى اللي يسحب حاجه ياخدها ديح فدت شبشب شو ريحته معفنه ايه لسه لسه ده كده حبه حلويات بس كده تحمسكم بصل هتاكله لو طلع في حظك يا حبيبي طب ليمون وفلفل ماشي بصل لوحده بصل فيه بيغذي بيغذي ايه يا محمد ده بيدمع ايه بيدمع ليه ما دي بتجمع ده ما تدمعيش يا عين على اللي عنده على اللي عنده وراح دمعه ودمع مش عايزين تعملوا معانا سلسله تحديات انت و يعني ياسمين لو طلع لها الفلفل هتاكله؟ هتاكليه ياسمين؟ اه والليمون بيشرها الليمونه بيشرها خمس خمس ما تزودش تاني خمسه اهو لا ده انا عايز تاني لا مش تاني لا حاجات قليله لا كتير طب ما مش كله حلويات يعني حطوا حاجه حادقه اهو اهو ما حوادي ايه؟ ولع اهو يعني ربنا بقى يكرمك تاكلي فلفل هتلوم في حمايتي ووراه شوكولاته هتلوم في حمايتي بص ماشي حلو ده ما هو لفها لفه زي الدبوس زي النحله ما لفتها زي النحله لا ما لفتهاش زي النحله انت لفها لك نحله؟ اه في ما هي نحله يعني ادي برمه كده ولا كده ارجع بيها كده عملتها بتتزحلق الخبز يزحلقها هات الطرف بس لك البصله دي دلوقتي يا مسلم ايضا عامل ايه الحمد لله لسه انت كسبانه تحدي المكسرات صح كسبت تحدي المكسرات لا بجد والله تشربي ايه انا شكرا اتفضلي والله اشربي حلو كتر خير ده انت عندك على السفره عيب عليك الليمونه دي بقى نعملها ازاي بقى الليمونه دي عادي اهي ثواني يا ثواني يا كوتش شيء بالصوت اه صح بس واربط بقى الخيط فيها الله صح كده الله. كده اسهل صح كده ولا دماغ مصريين برضو لما شغلوا دماغهم يبنوا اهرامات طبعا والله يبنوا اهرامات لما شغلوا دماغهم ده 7000 سنه 21 21 سنة ولا 7000 21 اللي في اسكندرية 21 مش اللي هو في اسكندرية؟ هنصيف احنا مسافرين مسافرين رايحين التجمع انا والله راح انت مسافر رايح فين يا محمد؟ التجمع انا راح التجمع والله وانا مسافر رايح مدينة نصر عايز حاجة من هناك؟ من اي حاجة من عباس العقاد من سلمنا عليه مين انت عايزه؟ سلمنا على عباس عباس العقاد؟ العقاد او العباس اي حاجة انا عن نفسي انا عن نفسي رايحه والله العظيم مسافره التجمع بجد والله والله طيران ولا بري ايه طيران ولا بري بتقول ايه مسافره طيران
ولا بري في المية؟ قعيبي. بقول لك بري في المية. قعيبي؟ اوبر يعني. ما بتقولي سفر اليوم أفوارة في الموضوع. محمد راح مصر الجديدة. مجددوها امتى؟ مش عارفة والله. بس تبقى مشتاق لحاجة كده وتلاقي نفسك تلاقي لك البصلاية. خرابي. كل واحد بقى نصيبه. ممكن تطلع لي والله لو دعيتهم مش هزعل. اللي طباخ السلم لازم يدوق. هو فعلا طباخ السم بيدوق؟ اه طبعا طبعا بيدوق السم ويموت يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا ما بيموتش. يعرف مقوله قد ايه. مش لازم عشان بيدوق يبقى بياكله. ياسمين بيجربه كده اسمه داق. ارانك انك اصلا والله العظيم ما مصدق الكلام انت بتقوله. كشحان قوي. كشحان فاهمة كل حاجة انا بفكر فيها. عارف انا حاسس ان هي يعني تحت جلد دماغي شايفة التفكير. عمل بصلاية بس كده كتير قوي. لسه 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 السفرة فجر زهر الفساد في البر والبحر. لفا جيت. بس يا لفا عيب. ايدك لو اتمدت هنا انا مش ماما. انا خالي. ايه حدي سوري تسميتها عايزه ام حدي. عايزه ايه؟ انا عايزه ام حدي. تعملي تحدي ايه مع مين؟ اخليها تسحب معايا. تسحب معاهم ربنا يكرمها بقرب جدا. بس هتاكل عندي بتاع. اه ممكن يجي لها ده. ماما ماما بس انت لخفن الطروف بقى. ما هو خلاص هم اتلخفنوا. انا مش عارف مين. انا مش عارف مين راح فين اصلا والله اساسا. هي مش باينة من راح فيها. صار نعملها بالبيبس وندحرج. ويعمل بتاعت البيبس برضو وندحرج. ورانا حاجة. وبتاعت البيبس دي جميلة. عايزين نعمل التانية دي اللي قلتلك عليها. حلوة. نعيدها ونجربها معاهم. تجربة مع صدفة وياسمين. اوكي. هيموتوا من قطعة دوت كوم. ايه؟ مين؟ كده تمام؟ لسه. فلسه هتحط حاجات تانية؟ لا لا نحط هنا كده بقى. ايه هناك فرق. تحدي شفيف عفيف رغيف الشريف. شريف يعني الشريف يعني. لطيف لطيف شريف عفيف مخيف. مخيف عب لطيف عب شريف كنيف. متل بخنيف. بلوبيف. بلوبيف بلوبيف بلوبيف. هي دي بقى. هي دي اللغز. بس مش هناكلها كلها. حته ربنا منها. ربنا لا هتغرق. ربنا يقدرك وتطلع من نصيبك يا عم. انا ما عنديش مانع. انا بقى ايه ياسمين لو كلتيها يومين صدفه توك اهي. اوعي تجيبي نفسك بس كده. بس كده انا جايين نرصعكم عشان ايه؟ نشجعكم. اوعى لا اوعى رجلك كده. خلاص عشان نشجعكم. سيبهم سيبهم مش لازم ترصصهم عشان يبان. بس ان احنا عاملين ترصهم لك انا وامي افتكاسات كده. خلاص يا بابا. ايه ده؟ واللي هيكسب الشوكولاته دي يكسب ال 20 جنيه معاه؟ هيكسب ال 20 جنيه معاه. اخر واحده بقى اللي بلاك مع بيها. بس في احكام ما تتحدد. عديت اللي هناك دي انا. الخمس احكام اللي قلت لك عليهم كتبتيهم؟ لا. طب خش اكتبهم حضرتك. اكتبوا انتوا. يلا بس تبادل ورقه وقلم. خم... جت اهي المعلمه. نظبط بقى ايه نشوف اعمل فيهم ايه بقى. طب ارجع لكم تاني. ابو فكمونا كده. لا خشوا لنا بقى الفيديو ده هيتصور. تخشوا بقى وشوفوه. بكره هينزل ان شاء الله. السلام عليكم.